عن الموضوع اللي بعدي في هذا من هذا الريفيو نوت عن الفنتليشن. هون الحكي عن الفنتليشن، ميكانيكس اوف فنتليشن اند غاز اكسشينج، اللي عملية تبادل الغازات اللي بتتم في الالفيولاي في اللنج، في الالفيولار يونتس في اللنج، اند الفنتليشن عملية اللي هي دخول وخروج الغازات اللي هي عملية التهوية بنسميها الفنتليشن. الميكانيزم لهم او الميكانيكس بيهايند تو ذيس تو فيزيولوجيكال بروسيس، فنتليشن اند غاز اكسشينج. أكيد الموضوع هذا موضوع هو موضوع كبير، it's a massive topic. easiest to begin with basic MCI level facility، أكيد اللي هو امتحان MCI. هسا it is simplest level at its simplest level ventilation involve the movement of gas down the pressure gradient. يعني خلينا نحكي من الأشياء البسيطة، ال ventilation involve movement of the gas down the pressure gradient، لو انتقال الغازات من المنطقة اللي فيها higher pressure المنطقة اللي فيها lower pressure، اللي هي هاي انتقال الغازات into the lung where the gas exchange will occur. إذا في عندي أنا ال ventilation، هي عملية، شو تعريف ال ventilation؟ هي movement of the gas down the pressure gradient into the lung. هاي هي التعريف ال ventilation. إذا كنا نحكي عن ال ventilation هن ناخذ أظللها، بس إذا بنحكي عن ال ventilation، إذا بدي أحكي عن الغاز اكسشينج، الغاز اكسشينج بيتم في طبعا في الالفيولاي، في البروك في الـ في الديستال برانكيول اند في الالفيولاي. غاز اكسشينج اوكير يتم غاد اند الغاز، بعد ما يتم الغاز اكسشينج فولد باي ايش ريليز اوف ذا غازز اوت، هذا اللي هو البروسيس. هسه نورمال انسبيريشن كرييت ا نيجاتيف بريشر، نورمال انسبيريشن بيعمل لنا نيجاتيف بريشر اللي هي سب اتموسفيريك تحت الضغط الجوي، سو ذا غاز موفز انتو ذا لانك اللي هي ذلك، اند ذس بروسيس اتس اكتيف بروسيس اول ذا تايم، اللي هي الانسبيريشن اتس ان اكتيف بروسيس. على العكس من الاكسبيريشن، اكسبيريشن انفولف ريكويل اوف ذا ديفراجم، اللي هو عباره عن اللي هو عملية عبارة عن عملية ارتخاء الديافراغم and lungs and as usually it's a passive هي بروسيس، هو passive، هو يعني سلبي ال action هذا هو سلبي. it can however be active، بعض الأحيان يمكن يكون active زي بحالات ال severe asthma exacerbation أو severe مثلا COPD exacerbation، بهاي الحالات بصير ال expiration active والانسبيريشن بتكون اوريدي اكتف. هسه لذلك بصير عندنا increase work of breathing. هسه in situation where the patient can't breathe for themselves we need to ventilate them، لازم احنا نعملهم ايش ventilation، we have to ventilate them. we can't create the negative pressure، we can't create a negative pressure that they do، يمكن صعب ان نعمل احنا للمريض negative pressure، لذلك instead we are using positive pressure to create a gradient and inflate the lung. hence لذلك إجا التسمية اللي هو IPPV. شو ال IPPV؟ اللي هو intermittent positive pressure ventilation، intermittent positive pressure ventilation. طيب هسا نيجي لنسأل حالنا إنه هسا عملية، نيجي نحكي عن عملية اللي هي ال gas exchange و ال oxygenation. شو العوامل اللي بتأثر على الغاز اكسشينج والاكسجينيشن؟ ما هي العوامل اللي بتأثر على الغاز اكسشينج والاكسجينيشن؟ What is the factor involved in the oxygenation؟ هيو the process of gas exchange and the process of oxygenation، شو هي العوامل اللي بتأثر عليها؟ أول شيء في عنا how much gas get in، هي كمية الغاز اللي دخلت. How much gas get in، هاي مهمة جدا، ومحتوى هذا الغاز من الأكسجين اللي هو ال FiO2. هذولا لاحظوا انه هنا في عنا عاملين. نيجي ل شو اسمه البعديها اللي هو pressure gradient. pressure gradient احد العوامل الاساسية، pressure gradient كمان هذا pressure gradient، كل ما كان في عندي انا more pressure gradient كل ما كان شو اسمه كل ما كان انتقال الغاز راح يكون ايش اسهل، و راح يكون عندي ادكويت شو اسمه غاز اكسشينج. طيب ادكويت اوكسجينيشن. هسه الفلر بريشر كمان احد العوامل، هي العامل الثالث الفلر بريشر. في عندنا البيب اللي هو بوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر، كمان هذا احد العوامل اللي كمان ايش مهمه. سو هذول هم العوامل. اخر شيء التايم اللي هو انسبيراتوري اند اكسبيراتوري تايم،
هذول هم العوامل اللي مهمة اللي الأكسجينيشن بيعتمد عليهم. نيجي لأول عامل اللي هو how much gas gets in. The amount of effective gas exchange depend on the several factor. من أحد العوامل هو FiO2. FiO2 اللي هو fraction of inspired oxygen، اللي كمية الأكسجين في الانسبيرد غاز، في الغاز اللي بيدخل إلى الرئتين. How much oxygen are we are breathing in if we stood in the room. إذا إحنا كنا في room with no oxygen، ما فيها أكسجين، our bronchi and alveoli could be working perfectly، يعني بتشتغل صحيح الألفولاي وتكون عملها صحيح، but والكومبليانت راح يكون good compliant، but we would still die rapidly، راح نموت إيش سريع. ليش؟ clearly then because of the FiO2 is very important، لأنه ما في أكسجين في الغرفة، فذلك راح نموت. فذلك مهم جدا ننتبه اللي هو موضوع الإيش ال FiO2. هسا in the wards you will meet patient with pneumonia، راح تلاقي مريض عنده نيمونيا أو عنده pulmonary edema. This condition interfere with gas exchange by creating increased ventilation perfusion mismatch، اللي بترفع ال ventilation perfusion mismatch. These are area of the lung that are receiving blood flow perfusion but no gas exchange، بس ما فيها gas exchange. This is known as a shunt. The patient's effort or work of breathing might be normal but their saturation might be low. الساتوريشن يمكن يكون شماله، يمكن يكون له because of ineffective gas exchange، لأنه عندي ineffective gas exchange. هسا increasing FiO2 may restore oxygenation effectively، بهاي الحالات رفع ال FiO2 راح يرفع ال oxygenation effectively. but what if we give someone 100% oxygen who FiO2 1 اللي هو 100% and they are only taking shallow breath، يعني they are taking only shallow breath or are really struggling to breathe، يعني عندهم صعوبة في البريثينج لأن الريسبيراتوري ريت عندهم عالي. They won't maintain their saturation for long. They won't maintain their saturation. Increase the FiO2 along with will not work. Increase the FiO2 لحاله will not work. To bring us to point 2 اللي هي point 2 in the mechanics of ventilation، اللي هي العامل الثاني اللي هو pressure gradient، اللي هو الـ pressure gradient. إذا very important ننتبه إنه أول عامل بتحكم في الأكسجينيشن اللي هي الـ FiO2. هسه رفع الـ FiO2 لحاله في بعض الـ situation، بعض الحالات بيكون كافي و will improve الأكسجينيشن and will يعني improve الـ desaturation، المريض بتحسن. هسه بعض الأحيان لما يكون المريض عنده struggling with the breathing، رفع الـ FiO2 لـ 100% will not be enough، زي المرضى اللي عندهم shallow breathing أو المرضى اللي عندهم struggling with the breathing اللي هو عندهم تكبنية سبير تكبنية، رفع الـ FiO2 لحاله ما بكفي. يجي للنقطة الثانية اللي هو الـ pressure gradient، عامل آخر اللي بتحكم في الـ gas exchange أو بالoxygenation. From basic physics الـ pressure، احنا كنا بنعرف انه الـ pressure يساوي الفلو multiplied by ايش resistance، او القاعدة هي بتحكي انه الفلو يساوي فرق البرشر على الريزيستانس. واضح هاي الفلو اللي هي شرطة زي هيك، اللي هي الفلو او فرق برشر على الريزيستانس، من اللي هي الهوجن بوزيل equation بتحكي انه الفلو يساوي فرق برشر على الريزيستانس. هسا لذلك البرشر او pressure difference او pressure gradient يساوي الفلو multiplied by ايش by resistance. هسا this is a critical concept and not that hard to understand. It stands the reason that at constant pressure the higher the resistance the lower the flow rate. The higher the resistance the lower the flow rate. وهي منطقي، اذا البريشر كان ثابت the higher، إذا ثبتنا إحنا أحد العوامل العاملة للبرشر the higher the resistance the lower the flow rate. هاي ننتبه لها، the higher the resistance the lower the flow rate. So if one whole lung is plugged off، إذا if one whole lung، إذا كانت one lung is plugged off there will be higher resistance and consequently less flow of vital gases at the given pressure.
أي إذا كان عنده فهم مهم جدا. If we rearrange the formula we find that the flow يساوي ال pressure over resistance، يساوي ال pressure أو pressure gradient over resistance. فإحنا عشان نرفع ال flow، ال flow of the gases، عشان نرفع ال flow لابد إن نرفع ال pressure gradient ونقلل ال resistance. هاي انتبه لإلها، انتبه لإلها، إنه flow يساوي اللي هو flow يساوي فرق ال pressure على ال resistance اللي هو المعادلة هاي اللي هي هاجن-بوزيل equation. هسه in order to maintain flow in higher resistance، في الحالات اللي بكون فيها high resistance زي الحالات اللي بكون فيها severe exacerbation COPD أو severe asthma أو الحالات اللي بكون فيها mucus plug. هاي الحالات to order to maintain flow in higher resistance we need to increase the pressure. This is key concept behind positive pressure ventilation. We are providing a pressure gradient to allow ventilation. احنا بنعمل pressure gradient to allow الايش ventilation. The flow of the gas of the gases into the lung to achieve the volume of the gas in the alveoli. اللي هو pressure gradient يعني we are providing pressure gradient to allow for ventilation. Flow of gases into the lung to achieve volume of the gas in the alveoli. هسه how much pressure we need depends on the several factors. هسه the pressure how much pressure we need depends on the several factors, especially resistance. بيعتمد على resistance. The highest pressure value in the gradient we create is known as the highest pressure value. أعلى pressure value في the pressure اللي إحنا we are generating هذا مسميه إحنا peak inspiratory pressure اللي هو PIP peak inspiratory ash pressure. هسا therefore it is fair to say that the flow of the gases down into the alveoli is based on the flow of the gases down into the alveoli based on the طلعوا pressure over resistance. The pressure that we dial into the ventilator اللي هو PIP اللي هو peak inspiratory pressure and resistance اللي هو both from the patient and from the ventilator tubing from the size of the endotracheal tube. All of these will affect the resistance. All of these factors will affect the resistance. إذا ال smaller intake، إذا اعتمادنا فهمنا لهاي المعادلة إنه الفلو يساوي فرق البرشر على الريزيستنس. The smaller intricate small diameter intricate tube small diameter هذا راح يعطي high resistance. Small diameter intricate tube راح يؤدي إلى high resistance. The high resistance راح تؤدي إلى low flow of the gases. هذا راح يأثر على الأكسجينيشن بالنهاية راح يأثر على الأكسجينيشن على الأكسجين ليفل أو على الأكسجينيشن أو على الغاز إكسشينج. هاي مهمة جدا ننتبه لها. Smaller intricate tube will have higher resistance. هاي مهمة جدا. Imagine trying to blow a paper ball off a table using a straw. Straw يعني اللي هو إن نحاول ننفخ أي بالون. إذا بدي أقارن مثلا أنبوب صغير جدا بأنبوب قطره كبير، بيكون الورك اوف بريثنج لنفخ هذا البالون في أنبوب كبير بيكون أسهل من الورك اوف بريثنج لأن أنفخ نفس البالون بأنبوب صغير. فهي مهمة جدا. كل ما كان أصغر الأنبوب كل ما كان الورك اوف بريثنج أعلى. Longer intricate tube، بس بالنسبة للطول intricate tube كان بفرق. Longer intricate tube have increased resistance. إذا بدي أخذ أنا resistance وأطلع معادلة resistance، resistance يساوي 8 باللينث في الفيسكوستي على باي في الراديوس قوة 4. الراديوس أهم عامل من العوامل بيأثر على الريزيستنس اللي هو الراديوس مقصود فيه هون الديامتر اوف ذا انتريكال تيوب. والأمر الآخر اللينث، اللينث كل ما كان اللينث أعلى كل ما كان الريزيستنس ايش أعلى. لاحظوا اللي هو اللينث كمان لاحظوا في المعادلة هون واضحة جدا. إذا لونجر انتريكال تيوب also have increased resistance. Imagine trying to blow the ball with the 10 centimeter straw versus how much pressure you would need if إذا كانت طول الأنبوب أو طول الهاي 10 foot long اللي هو عبارة عن طويل كثير. فهاي مهمة جدا. The longer the tube the bigger the dead space. This is why many intensivists cut the endotracheal tube. كثير من intensivists they are cutting endotracheal tube. It reduces the dead space and play a small role in the decreasing in resistance.
هسا so the rule as a rule of thumb in ICU is a larger tube اللي هو bigger دائما larger tube bigger than theater and cut short unless contraindicated where the face is going to swell as in the severe burn patient مثلا. بشكل عام نستخدم احنا larger enterical tube and cut short the enterical tube. نيجي للإشي اللي بعدي. العامل اللي بعدي العامل اللي تأثر على اللي هي عملية الغاز اكسشينج وعملية الأكسجينيشن اللي هو الالفولار بريشر.